يتخذ الكثير من الأشخاص طرقاً وأساليب عديدة كحلول للمشكلات التي قد يواجهونها، غافلين عما قد تسببه تلك الحلول التي داوموا على تداولها دون الاستناد على حقائق طبية تثبت صحتها. كلنا بنسمع عن حاجة اسمها خرافات طبية في جميع التخصصات. أنا عن نفسي أمراض جلدية، لكن في التخصصات الأخرى كلها بما فيهم الأمراض الجلدية خرافات كتيرة جدا من الصغر بنسمع عنها وكلنا عارفينها، لكن للأسف ملهاش أي مستند علمي وملهاش أي صحة إطلاقا. والناس للأسف بتتبعها من غير أي مستند علمي واضح. هناك خرافة كثيرة ما يقبل عليها الرجال بشكل خاص، مفادها أن حلق الذقن المستمر يكثف الشعر، بينما أكد الطب على عدم صحة تلك الخرافة. في خرافة بتقول أن حلق الذقن يكثفها، وهذا غير صحيح، وهذه خرافة. ليه؟ لأن الجزء اللي بيتحلق في الذقن هو الجزء الميت اللي هو الشعرة. فين الجزء الحي؟ الجزء الحي مدفون في الجلد، هو ده اللي لما يتشال في بعض الأحيان شيل هذا الجزء الحي يؤدي إلى نشاط في الغدد أو في جزء من الغدد الدهنية بالجلد، بعض الخلايا فيه اسمها الخلايا الجذعية أو شبيهة الخلايا الجذعية، عندها القدرة على الانقسام وتنشيط تكوين بصيلة جديدة، مما قد يؤدي إلى غزارة مؤقتة ولوقت قصير في الشعر. لو الشعر اتشال من الجذور بعد أول مرة أو مرتين، تبص تلاقي الشعراية مكان البصيلة بدل ما كانت بتطلع واحدة بقت تطلع اتنين أو ثلاثة، لكن بتكرار نزع الشعر من البصيلة بتبتدي البصيلة تنهك وتتعب ما تقدرش تطلع تاني، إذن فهي خرافة. مجرد تكرار حلق الذقن مرات متتالية يسبب تهيجاً والتهابات في البشرة، وغالباً ما تنقلب النتيجة إلى العكس، حيث أن إزالة الذقن المستمر يضعف من البصيلة ويقلل نشاطها، فبالتالي يقل نمو الشعر. بالنسبة للأضرار اللي ممكن تقع للشخص إذا كرر حلق ذقنه علشان يكثفها، هتبص تلاقي يجيله التهابات في البشرة، ممكن يجيله حبوب من كتر ما هو عمال كل يوم كل يوم كل يوم يحلق دقنه على أمل إنها تزداد كثافة، وهي مش هتزداد كثافة. نصيحتي بقى للشباب اللي بيحلق دقنه عشان يكثفها إن هو ما يعملش كده، وإن هو ما يتبعش أي حاجة يسمعها، مش بس في الدقن، في أي حاجة لازم الواحد يتحرى الدقة. وبعدين دلوقتي وسائل الإعلام يعني الميديا بقت كتيرة جدا، تعمل جوجل واقرأ اعرف، روح لدكتور، لكن ما تتصرفش من دماغك وتمشي ورا الخرافة وتطبقها من غير ما تاخد ما تعرف إذا كانت صحيحة أو لا. اتباع المعتقدات الخاطئة ما هو إلا فخ يوقع الضرر بصحتكم. داوموا على استشارة ذوي الاختصاص وقاية من خطر الوقوع في شرك الخرافات الطبية.